شهد فندق ليبرتي بوهران تنظيم حفل تضامني على شرف المعاقين والأطفال المرضى المتواجدين ببهو المؤسسة الاستشفائية المختصة بطب الأطفال عبد القادر بوزخروفة بكنستال والأطفال المتأخرين ذهنيا لمركز المقري، حيث عرف الحفل عدة عروض فكاهية من طرف المهرجين فلفل وشعشوع تجاوب معها الأطفال. ومن جهته أعرب رئيس المركز البيداغوجي النفسي للأطفال المتأخرين ذهنيا السيد مهدي عن فرحته فيما يلي: وهذا الحفل قد قام بتنظيمه فندق ليبرتي ليستو وهران. نشكر كل من ساهم في تقديم يد المساعدة لهذه البراءة لهذا الأطفال، ونشكر كل من يساهم وسيساهم عبر هذه الحفلة المقامة في فندق ليبرتي ليستو وهران، وشكرا. كما أعرب المهرج شعشوع عن شكره العميق لصاحب الفندق الجميل ليبرتي الذي أعطى الفرصة لهؤلاء للترويح عن أنفسهم قائلا: السلام عليكم. نشكر مسيو عفان اللي قامنا بهذه المبادرة، صاحب نزل ليبرتي اللي كل عام وكل خطرة وكل مرة يعرضنا أطفال المعاقين ذهنيا، أطفال مرضى مستشفى كانستال، وفي كل مرة رانا نقدم لهم عروض ثقافية رياضية تنشيطية. صح شعشوع؟ نعم. المتعلك أنا تاني المتعلكم كاع، ونقول لكم